اهلا بحضراتكم مره تانية، منورني في الاستوديو كابتن فتحي. مبروك نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر السابق، مسيره كبيره كلاعب كره ومسيره كبيره كمان في التدريب، وكلام كتير طبعا عن النادي الاهلي الفتره الحاليه. برحب بيك يا كابتن أهلاً فتحي، بيك منورنا. سارة. اهلا بيك، كل سنه طيبه، وانا سعيد جدا معاك وسعيد جدا ان في برنامج السادسه. احنا اللي سعداء اكتر طبعا، يخلي. ودايما مشرفنا ومنورنا، وجماهير النادي الاهلي بتسعد بحضرتك دايما على شاشه القناه. خليني ابدا مع حضرتك من مباراه امبارح، مباراه الاهلي والبنك الاهلي، شفتها ازاي فنيا واسباب التعادل من وجهه نظر حضرتك؟ هو طبعا انا يمكن وجهه نظر فنيه، يعني كابتن محمد يوسف استفاد من تجربه وادي دجله، مباراه الاهلي وادي دجله، استفاده كبيره في كيفيه النهارده الخروج بنتيجه ايجابيه، وخرج بنتيجه التعادل. يمكن هو لاعب بثلاثه استوبارات، والثلاثه استوبارات دي يعني في كتير قوي في العالم بيلعبوها على فكره، وخصوصا الفرق اما بيبقى لازم فرقه قويه زي النادي الاهلي بيلعب ببنك الاهلي، بيبقى استراتيجيه المدرب او فكر المدرب كيفيه النهارده ان انا عايز اطلع بالنتيجه، النتيجة مش ثقيلة، النتيجة النهاردة أقدر أتعامل مع المباراة. فهو كابتن محمد لعب المباراة، لعب بثلاث استمارات واثنين طبعا على الأطراف ظاهرين، ولعب بأربعة في وسط ملعب، اثنين منهم على الأطراف، ولعب برأس حربة واحدة. فده كان دليل إن هو ناوي إن المباراة تخرج في حالة تعادل. النادي الأهلي يمكن استحوذ بنسبة 80% استحواذ، 80%، ولكن كان المفروض برضو الحاجات اللي بنشتغل عليها او الحاجات الاستراتيجيه بتاع مستر موسيماني كنا لازم نستغلها كويس جدا، عمليه التسديد على المرمى، عمليه النهارده شغل الجناب والزياده العدديه داخل ال 18، لان الكابتن محمد يوسف كان عامل كثافه عدديه داخل ال 18 كتير جدا حتى في الكوره العرضيه، فكان لازم يبقى في زياده عدديه في الحته دي علشان نقدر نسجل. الناس اللي بتشتغل من الاجناب لازم تبقى مركزه قوي، انا هلعب الكره لمين؟ يعني مش مجرد ان اوفر بيتلعب وخلاص، لا، انا عايز اشوف مين اللي هقدر في وضع حركي هقدر استغله النهارده يقدر يسجل منها هدف او نقدر نسجل منها فرصه لتسجيل الاهداف. ولكن امبارح طبعا الكابتن محمد يوسف لعب زي ما قلت لك باستراتيجيه دفاعيه بحته. يعني لما يكون كده الفريق اللي قدامك يا كابتن فتحي عامل لك حيطه كده في ال 18، مش يعني دفاع بيدافع كويس جدا، جايب كل اللعيبه تدافع، هو هدفه ان هو يطلع بنقطة من المباراه دي، بيبقى ايه الحلول بقى هنا؟ يعني هل الحلول مثلا ان اللعيبه اللي في الشق الهجومي عندك تلعب براسها اكتر كويس جدا علشان مثلا العرضيات يستغلوا حاجه زي دي؟ يعني ايه الحلول اللي بتبقى محتاجينها؟ هي انت مظبوط بتتكلمي مظبوط، وانا قلت لك الاجناب لازم يبقى فيه زياده عدديه، الزياده العدديه النهارده بتستتبع من وضع حركه، يعني الاوفر بيتلعب مثلا محمد هاني في الجانب الايمن بالظبط، الناس كلها تبقى في وضع حركه، ما ياخدش كره من الثبات، لان هو خلاص رجع خط دفاع طبعا البنك الاهلي ده وقف وتمركز كويس وشايف الكره العرضيه اللي جايه، عشان كده هو كان الاسبقيه حتى في طلوع معظم الكور بتشتتها، فكان لازم هنا يبقى بوضع حركه، السويتشات مع بعض، النهارده ناس مميزه في ضربات الراس اقدر اطلعها، التسديد من بره ال 18 لازم استغله كويس جدا بالظبط، يعني كل هذه الامور حلول في التكتل الدفاعي اللي كانت معمول للبنك الاهلي امبارح. طيب خليني اقول لحضرتك ارقام كده برضو وتقولي رايك فيها. الاهلي سجل 3 اهداف بس من اصل 16 هدف في الشوط الاول، من الدقيقه 60 لحد الدقيقه 90 احرز 10 اهداف، ازاي بتقيم الارقام دي؟ هو بصي دائما الفرص، دائما الفرص على فكره في استغلال فرص دايما بتبقى في الدقائق الاولى، طالما استغليت فرصه وطالما النهارده سجلت في الشوط الاول، سجلت في الدقائق الاولى، ولكن اذا كان هناك تاخير، فممكن اسلوب او تكتيك الفرقه اللي بتلعب ضدي زي امبارح البنك الاهلي زي وادي دجله بيأخر المباراه او بيأخر النهارده تسجيل الاهداف. عشان كده النادي الاهلي مسجل 13 زي ما حضرتك بتقولي في يمكن في الشوط الثاني، وده بيؤدي الى ان اللياقه الفنيه والبدنيه بتاعت لعيبه النادي الاهلي احسن من فرق كتير، وبيسجل منها الهدف، بيسجل منها في الشوط الثاني. بتؤدي كمان الحاجه التكتيكيه او اسلوب تكتيك او اسلوب تغيير التكتيك من موسيماني والجهاز الفني، برضه يقدر يحط عناصر عندها الميزه ان هي تسجل في الشوط الثاني، يعني زي وليد سليمان مثلا. وليد سليمان لما بيلعب دائما بيسجل، يعني في ماتش سجل هدفين، في ماتش بيسجل هدف، كل هذه الامور. حضرتك مع انه وليد سليمان يبدا المباراه، ولا مع فعلا ان هو التغييره الذهبيه اللي بتنزل تغير شكل المباراه وشكل فريق النادي الاهلي، وبيقدر يحط هدف في الاوقات الحاسمه اللي بيحتاجها في الفريق؟ بص صار انا بكلم وقلت الامانه دي دائما فكر مدير فني، محدش يقدر النهارده. لما هو برضو حضرتك كنت مدير فني، بص حضرتك النهارده في ناس انا سمعت امبارح ناس بتعترض او ناس بتقول لك لا وليد ما يبتديش وليد لا، انا النهارده مدير فني، النهارده
النهارده وليد ده بيسجل لي اهداف ولا بيسجلش؟ بيسجل طبعا. النهارده وليد لما بينزل النهارده بيدي رونق وروح للفرقه، النهارده ما شاء الله بيشتغل في كل حته، بيشتغل في الجنب الشمال والجنب اليمين وتحت راس الحربه وبيسجل لي اهداف. فالنهارده ممكن يكون مستر موسيماني امبارح محتاج وليد لتسجيل هدف مبكر، لتسجيل هدف مبكر. فالنهارده مش عايزين نحمل لا مستر موسيماني ولا وليد ان وليد ابتدى وحصل له يمكن شد وحصل له كور، دي برضو يمكن حاجات بتبقى دائما خلاص دي بترجع بقى ايه النهارده جيري سبرنت احتكاك التحام حاجات كتير، اللعيب معرض ان ممكن يتعور بعد دقيقه من المباراه. طيب ازاي تابعت برضو يا كابتن فتحي عوده محمد هاني بقى للمركز الظهير الايمن؟ لا بص محمد يمكن من سنتين بصراحه يعني محمد من سنتين ما كان بياخد ماتشات، محمد الحمد لله من اللعيبه الكويسه جدا، ابتدى دفاعيا حتى يبقى ليه ثقل دلوقتي دفاعي، كان برضو كنت انا بقى يمكن في حته الدفاعيه دي برضو كان في شيء، لا ابتدى دلوقتي يقفل كويس، ابتدى يبقى ظهير عنده الملكه الدفاعيه والملكه الهجوميه، ودليل انه بيهاجم دلوقتي واصبح بيهاجم على الطرف واصبح كمان بيهاجم من العمق. برضو دي ميزه، يعني ميزه النهارده في تطوير الاداء، بدل ما اشتغل دائما على الخط لا انا بشتغل دايما من برضو من جوه، وبيشتغل برضو على وانتوات ويشتغل على حاجات من دي، فدليل ان هو ابتدت كفاءته البدنيه تزيد الحمد لله محمد هاني. طب كنت شايف ازاي تغييرات موسيماني في مباراه امبارح الاهلي والبنك الاهلي؟ لا بصي دائما التغييرات بتبقى دائما حسب ظروف الماتش، يعني حسب ظروف الماتش وحسب النهارده الفرقه اللي بتلعب قصادي ايه، يعني الفرقه اللي بتلعب قصادي ايه، فلازم احط النهارده ناس صراع، يعني الناس الصراع في الحته دي برضو، لان التكتل الدفاعي لفرقه البنك الاهلي ما ادتليش مساحات. النهارده المساحات النهارده انت عايزه فرقه النهارده بتبتدي تضغط من قدام عشان تخلق مساحات في خط الظهر، خط الظهر بتلعب عناصر بقى مميزه سريعه محمد شريف الناس الصراع دول، فالامور كلها التكتل الدفاعي اللي كابتن محمد يوسف كان عامله هو ده يمكن اللي ما ساهمش ان حتى الناس اللي نزلت ساعدت في ارتفاع المستوى. طيب احنا داخلين يا كابتن فتحي على مباراتين مهمين جدا طبعا، مباراه المقاولين يوم الخميس ان شاء الله، وبعديها مباراه بيراميدز، ومهمين مش بس عشان هم مهمين في الدوري ولازم الست نقط دول ان شاء الله الاهلي ياخدهم، ولكن كمان تحضير قوي لكاس العالم للانديه. عايز اعرف شايف ازاي مبدئيا مباراه المقاولين قبل ما نروح لمباراه بيراميدز، وانه ايه الطريقه الامثل اللي ممكن يلعب بيها موسيماني؟ برضو حضرتك يعني ليك مسيره في التدريب وليك فكرك، وبسال حضرتك من وجهه نظرك. لا وبس النهارده لو حتى كان في مباراه المقاولين والاسماعيلي تالي، يمكن المقاولين كان فايز 1-0 لاخر دقايق يمكن قبل ما ادخل الاستوديو، المقاولين النهارده في دوافع عنده عاليه جدا، برضو المقاولين السنه اللي فاتت كان في مركز متقدم، يعني كان بيلعب في المركز الرابع، النهارده لسه ترتيبه في الجدول لسه برضو ما، فطبعا يمكن الكابتن عماد النحاس ممكن برضو من النوع اللي عنده حته الهجوميه، برضو عنده بيهاجم وعنده هيضغط من قدامه كل هذه الامور، فالجيم يبقى مفتوح بعكس البنك الاهلي زي ما قلت لك، بعكس وادي دجله انه برضو يعني عارف خطوره النادي الاهلي ومفتيح النادي الاهلي، والنادي الاهلي عنده شوك هجومي عالي جدا وسرعه جدا وبيسجله. فالمقاولين بيلعب باستراتيجيه ان هو برضو ايه جيم مفتوح او جيم النهارده فيه ضغط، فانا شايف النادي الاهلي، شايف النادي الاهلي برضه لازم يستفاد من الضغط الامامي على خط ظهر المقاولين عشان يستفاد، اذا كان هناك اخطاء ممكن يستفادها، ممكن يخلي فرقه المقاولين دائما في منطقه الدفاع يعني. طب يعني من وجهه نظر حضرتك التشكيله مثلا المثاليه لو كل اللعيبه في حالتها الصحيه السليمه يعني توب فورم؟ لا بصي التشكيله برضو مستر موسيماني على فكره لو تيجي تلاحظي هتلاقي التشكيله عنده يمكن فيها ثبات كبير جدا، يمكن مركز الحربه راس الحربه ممكن حصل فيه تغيير الفتره اللي فاتت، ولكن هو التشكيل انا شايف التشكيل اللي بيلعب ده تشكيل مثالي للفرقه يعني، تشكيل مثالي للفرقه يعني، برضو هتلاقي محمد هاني، هتلاقي ايمن اشرف، هتلاقي الناس اللي موجوده كلها بتلعب، بدر بنان، هتلاقي علي معلول، هتلاقي نص الملعب يانج، هتلاقي برضو حمدي فتحي، هتلاقي كل التشكيله الاساسيه، كل التشكيله الاساسيه هتلاقيها يعني هتلاقيها برضو في الخطوط دي، ولكن اذا كان هناك يبقى تغيير انا شايف ممكن يبقى في جنب من الجنبين ممكن استغلال برضو محمد شريف او طارق. طيب عايزه برضو اعرف منك مباراه المقاولين، مباراه بيراميدز بعد المقاولين طبعا مباراه مهمه جدا، شايفها ازاي فنيا؟ لا برضو بصي يمكن بيراميدز برضو ممكن هتبقى ماتش صعب، خلينا برضو بنتكلم بواقعية، بيراميدز عنده نجوم يعني عنده نجوم برضو، خلي بالك على المستوى الدوري ومستوى الافريقي وكل عنده نجوم كويسة يعني عنده نجوم كويسة، وخصوصا إذا كان
اذا كان هناك اربعه من لعيبه من النادي الاهلي مثلا بيلعبوا في بيراميدز دلوقتي، ف سيك بقى من اللي يقول لك اصل عارفين مواطن القوه والضعف، ان لا هم يبقى عندهم من جواهم روح قتاليه جدا ان هم يكسبوا النادي الاهلي. اه طبعا يكسبوا النادي الاهلي. فخلينا بنتكلم في اطار ان انا النهارده عندي اربعه لعيبه مثلا من النادي الاهلي منقولين لبيراميدز، ولكن النادي الاهلي قادر، النادي الاهلي قادر طبعا بعد يمكن التعادل امبارح مع البنك الاهلي زي ما قلت لك مباراه المقاولين تدي مؤشر كويس لماتش بيراميدز، وده زي انت ما قلتي استعداد كويس لبطوله كاس الانديه كاس العالم اللي هتقام. قبل ما نروح لها عايز اعرف من حضرتك ازاي تابعت اداء طبعا حمدي فتحي الفتره اللي فاتت واثر غياب السوليه على اليو ديانج. هو بصي حمدي لعيب كويس، يعني حمدي لعيب كويس حتى استغلاله في الضربات الثابته بيطلع في الكورنرز بيطلع قبل كده سجل اهداف. ولكن وبرضه عايز حته الهدوء النفسي دي وسط الملعب، لازم يبقى في هدوء نفسي، ما بقاش النهارده احتكاكه كتير. معلش انا بتكلم حسب ما بشوف احتكاكه كتير بالحكام. خلاص الحكم حسب عليك فاول النهارده خلاص ما تحتكش او ما تخشش في مشده مع الحكام وكلام من ده، عشان انت ما تبقاش النهارده سايب بصمه ان انت بتكلم الحكام على طول. في حكم ممكن يتحمل ويديك انذار، في حكم ممكن يبقى متسرع ويطردك. فالامور دي كلها لا، هو لعيب كويس، لعيب ليه تمريرات كويسه، ليه رؤيه كويسه حتى في الملعب، تغيير الجنب ده كويس جدا عنده زي ما قلت لك استغلال في الضربات الثابته. فانا شايف هو دينج برضو الاثنين كويسين يمثلوا قوه وسط ملعب النادي الاهلي. عمرو السوليه برضو بيبقى اضافه، يعني عمرو السوليه بيبقى اضافه كويسه جدا، ان عمرو برضو من النوع اللي بيسدد من 18، من النوع اللي بيستغل في الضربات الثابته. فما تيجي تبصي على الاثنين هتلاقي الاثنين يمكن في اطار واحد هو بس يانج اللي طور ادائه دلوقتي، ابتدى عنده الشق الهجومي بقى كويس جدا كمان. طيب على ذكر حضرتك بقى للحكام وملف التحكيم اللي حضرتك شايف قد ايه يعني اثار جدل كبير ولسه بيثير جدل كبير طبعا في مصر وخصوصا مع النادي الاهلي، لو هنبدا بمباراه امبارح هناخده واحده واحده كده، لو هنبدا بمباراه امبارح الكوره الهدف بتاع ايمن اشرف شفته ازاي؟ انا عايز اسالك سؤال، يا اما نعترف بالفار يا اما ما نعترفش بالفار. صح ولا غلط؟ في مش النادي الاهلي على فكره، لا بس ان في ناس كتير جدا بتعترض، يعني بتعترض ان الحكم النهارده صفر هدف وبعدين الفار يقول له لا ده مش هدف، ناس كتير بتعترض. فالاعتراض النهارده برضو بيؤدي النهارده عايز النظام ده والسيستم ده يمشي ولا مش عايزه؟ لان كتير جدا. انا يا فندم ليه جبت النظام ده؟ انا جبته عشان يكون في عداله تحكيميه، انا جبته علشان يكون زي ما دايما بقول، يمكن لما الفار بدا يدخل في كره القدم كان في ناس كتير من مشجعي الكوره قوي متضايقين من فكره انه انت بتقتل رتم اللعب واحنا الكوره حلاوتها في الكره حلاوتها في السرعه دي بالظبط في السرعه بتاعتها، وانه اللي يحصل بقى مارادونا يجيب جون بايده ما يتشافش، بس احنا كلنا اخترنا اول معظم اختار انه يبقى في عداله تحكيميه عشان ما حدش بيحب يشوف فريقه وهو بيتظلم. فانا دلوقتي اخترت ان انت تكون موجود وانك تتطبق في الدوري المصري علشان ده يقل يقوم ده يزيد يعني يا كابتن، يعني لو قبل كده كان في عذر للحكام ان هم ما يقدروش يشوفوا الكره مره واثنين وثلاثه ما خدش باله، دلوقتي انت مالكش عذر، ده انت بتعمل كده بتروح للفار بتشوف كل الكره من كل الزوايا. فانا انا طالبت ان انت يكون في فار وفي تطبيق للتقنيه دي، بس مش عشان تظلمني. ما هو هنا بقى هنا انت مشكلتك اكبر، انت دلوقتي شايف الكره من كل ناحيه وبرده بتاخد القرار الخطا. مين صاحب القرار في النهائي؟ الحكم. الحكم الساحه. الحكم ولا الفار؟ حكم الساحه. طب الحكم النهارده حسب ماشي واللعيبه اعترضت والجهاز الفني لاي فرقه اعترضت شو الفار؟ الفار النهارده اداله ان الكره دي مش جول. مين النهارده اصبح صاحب القرار النهارده في الغاء الهدف؟ الفار. فالنهارده في كتير جدا، معلش يعني في كتير جدا اجهزه فنيه بتعترض على الفار. تعترض النهارده سواء فاول سواء ضرب الجزاء. حضرتك سواء ضد الاعتراض يعني؟ طبعا انت النهارده النظام ماشي بالعالم كله، احنا بنحاول نطور بنطور نفسنا يعني بنطور نظام الاحتراف بنطور السيستم داخل الفار كل هذه الامور بنطورها. فالنهارده الاعتراضات اصبحت كثيره جدا على الفار واصبحت كثيره جدا على الحكام وانتقادات وكلام كتير قوي. واحنا هنمشي طبعا نظام الاعلام ونمشي تبع النهارده سيستم والناس النهارده ما تتكلمش برضو. ما خلي بالك لو انا ما فيش فار، لو انا النهارده الحكم لغى الهدف بتاع ايمن امبارح برضو هيتذبح اعلاميا، صح ولا مش صح؟ هيتذبح اعلاميا. بس هو هدف يا فندم في كل دوريات اوروبا بيتحسب هدف يعني، وحضرتك يعني برضو يعني تعرف اكتر مني في ده يعني. ف
الاعتراض بيحصل في كل العالم، يعني لسه كان يورجن كلوب بيتكلم على ان هو ما بيتحسبلوش ركلات جزاء زي اللي بتتحسب لمانشستر يونايتد وسولشاير، بس بيحصل في كل العالم. ليه؟ لان كل جهاز فني وكل جمهور وكل فريق عايز يكسب، مش بس عايز يكسب، عايز ما يتظلمش، عايز ما يتظلمش وعايز فرقته تكسب وعايز كل الامور تبقى ماشيه صح. ولكن هناك ممكن حاجه تبقى يعني اخطاء، ما في اخطاء تحكيميه غير مقصوده، ممكن اخطاء تحكيميه النهارده بتؤدي الى نتيجه ماتش بتخسر فرقه، بس حكم مش مقصود، هو حكم ممكن يكون وقفته، ممكن يكون رؤيته للكوره، ممكن يكون المساعد بتاعه ما شافهاش كويس، في حاجات كتير بتؤثر. ولكن انا من انصار ان احنا دائما اذا دخلنا نظام جديد لازم نحترم هذا النظام، لازم نحترمه كلنا، لازم نحترم الفار ونحترم الحكام عشان المنظومه في حد ذاتها تبقى ماشيه بطريق صحيح. بس مش الانتقاد ده برضو، انا برضو بطرح على حضرتك وانت تشوف لصالح السيستم ده او النظام ده عشان يتطبق بطريقه صحيحه، يعني مش لازم دايما اوجه انه لا هنا في مشكله، لا هنا في غلط، لا ليه بيحصل انه حاجات بتبقى واضحه وضوح الشمس، ويمكن معظم خبراء التحكيم شايفين ان دي ركله جزاء، شايفين ان ده هدف صحيح، ومع ذلك مش بيتم احتسابه. هنا مش لازم انا اوجه انه النظام مش بيتطبق بالطريقه الصح اللي هي تديني العداله اللي انا عايزاها، ومش لازم تكون 100%. ما هو بصي انت عشان النظام جديد علينا، خلي بالك برضو بيحصل ايه، بيحصل نوع من الاختلاف ما بين الناس اللي قاعده جوه في السيستم اللي على الفار والحكم. يعني النهارده تعالى بص من زاويه مختلفه، الحكم النهارده ممكن كره النهارده يبقى شاكك فيها، ممكن كره شاكك فيها النهارده ان الكره تخطت، لا ده ما حسبهاش، لا راح على الفار، لا الكره تخطت خط المرمى فحسبها هدف. ممكن يبقى شاكك في كوره ما حسبهاش ضربه جزاء، النهارده لو راح للفار النهارده ضربه جزاء هيديها ضربه جزاء. فالنهارده الامور متوازنه ما بين الحكم وبين الفار. النهارده الفار ممكن يؤدي زي ما قلت لك امبارح يلغي هدف بتاع ايمن، الحكم كان مديه هدف، فالنهارده العمليه تبادليه بين الاثنين، يعني ممكن يبقى في صالح وممكن يبقى ضد. هو القرار النهائي لحكم الساحه، وممكن يبقى صالح، شو الفار ممكن يبقى في صالح وممكن يبقى ضد. طيب كلام اكتر لسه في الموضوع ده يا كابتن فتحي، هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع كابتن فتحي مبروك. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه معايا كابتن فتحي مبروك، وكلام جدلي شويه عن التحكيم طبعا وعن حكم مباراه امبارح، وكنا بنتكلم يا كابتن في الفاصل على الشناوي وقرار ايقافه من قبل لجنه المسابقات باتحاد الكوره 4 مباريات بعد الواقعه مع الحكم في مباراه الاهلي والبنك الاهلي، وكنت بسألك شايفها ازاي، وكنا بنتكلم في حته التقرير، هل الحكم كتب ده في التقرير؟ لا، كتب انه كان تصرف عفوي من الشناوي. لا بصي، التقرير دائما هو اللي بيؤدي اللجنه المسابقات تاخد قرار ضد اي حد، ضد مدرب او ضد لعيب. هل النهارده تقرير الحكم النهارده ادان محمد الشناوي ان هو تعامل معاه بعنف، تعامل معاه ان هو مسك ايد، تعامل معاه كل هذه الامور؟ فلجنه المسابقات بتدي هذا القرار. تقرير الحكم نفسه هو اللي بيخلي لجنه المسابقات تاخد القرار. هل تقرير الحكم فيه حاجه زي كده؟ طيب بما انه ما فيهوش حاجه زي كده، يبقى النهارده هل لجنه المسابقات النهارده من خلال متابعتها للمباراه شافت هذا الموقف وبناء عليه ادت هذا القرار؟ يبقى النهارده قرار اذا كان هناك ايقاف لمحمد الشناوي، مع احترامي الشديد للحكم، ما كتبش في تقريره حاجه ولجنه المسابقات شافت زي ما قلت لك، شافت على شاشه التلفزيون، يبقى الحكم لازم يبقى ياخد قرار وكده. طيب ده انا رايي الشخصي. ماشي، لانه في ناس برضو يا كابتن، او مش ناس، في جماهير النادي الاهلي كتير بيبقوا شايفين انه الاخطاء الكتير اللي بتحصل في مباريات الاهلي، وكمان حاجه زي عقوبه كابتن الشناوي، ده في عرقله مقصوده لمسيره النادي الاهلي. بصي انا مش يعني، معلش انا برضو يمكن برضو انا اهلاوي ومولود في النادي الاهلي، بس انا بتكلم ما حدش يقدر يعرقل النادي الاهلي عشان تبقى عارفه. صح. يعني ما حدش هيقدر يعرقل، ولا اتحاد الكره ولا لجنه مسابقات ولا اي حد. النادي الاهلي نادي يملك من القيم وكل شيء ان يقدر كل هذه الاخطاء وكل هذا يتغاضى عنه. يتغاضى عنه ايه؟ بمجموعه اللعيبه، مجموعه المنظومه، مجلس اداره ومنظومه كره جميله ومنظومه كره على مستوى عالي جدا، لعيبه على مستوى عالي، اجهزه فنيه. فكل ده ما يقدرش يعرقل مسيره النادي الاهلي. بس انا يعني انا يعرقل دي انا ما بحبهاش. يعرقل النادي، عارفه لو نادي صغير، نادي صغير اقول لك ولكن النادي الاهلي نادي كبير يقدر كل هذه الامور ولا يحطها في باله.
ولا يحطها بباله حتى بالرغم من نتيجه امبارح التعادل، ولا يحط الكلام ده بباله بالرغم من ايقاف محمد الشناوي، ولا يحط هذا الكلام ده بباله. بس انا مع حضرتك في انه اي نظام جديد بيتم تطبيقه طبعا بياخد يمكن وقت على ما ينجح، ولكن لازم يكون في مراقبه، نراقب النظام ده، ويكون في تدخل فوري من قبل بقى اتحاد الكوره، من قبل المسؤولين على الاخطاء التحكيميه الفجه دي يا كابتن. بصي، معظم الحكام على فكره لو تيجي تلاحظي، معظم الحكام دلوقتي يمكن من الناس اللي هم لسه بادئين، والناس اللي كانوا في مستوى الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه وابتدوا يطلعوا الدرجه الممتاز، فلازم هتلاقي اخطاء، يعني لازم هتلاقي اخطاء، ولازم يبقى في النهارده من لجنه الحكام النهارده، لازم يبقى النهارده الحكم النهارده يشوف اخطاء وكل هذه الامور عشان يتعلم. يعني زي ما انا لعيب كوره النهارده لو شفت اخطائي النهارده هتعلم في المباراه القادمه، فلازم يبقى النهارده كل حكم بيخطا لازم لجنه الحكام النهارده تجيب له فيديو، تجيب له النهارده تشوف الماتش وتعالى انت اخطات في كذا وكذا وكذا وكذا، وده مش عيب. مش عيب ان ده دائما احنا بنتعلم. مش عيب ان الحكم يتعلم، المدرب يتعلم، اللعيب يتعلم، فكل هذه الاخطاء وارده، وارده في كره القدم في العالم على فكره كله. ولكن اذا كان زي ما قلت لك يبقى في شيء من التعمد، لا، هنا بقى في وقفه. في وقفه من لجنه المسابقات ولجنه طيب الحكام. بعيد عن النادي الاهلي، انا بس تقييم حضرتك كده للفار بشكل عام في الدوري المصري، مدى فعاليته لحد دلوقتي، شايف هو حد من الاخطاء التحكيميه ولا لا بعيد عن النادي الاهلي؟ هو بصي، هو ليه شقين، هكلمك بجد، يعني ليه شق دلوقتي، شق سلبي وشق ايجابي. شق سلبي يعني ما بيبقى النهارده في هدف، النهارده في هدف سجل والحكم حسبه، حكم حسبه النهارده، وجي النهارده راح للشاب الفار لا ما حسبوش، ما فيش جول. الشق ده بيبقى شق ايجابي لصالح الفرقه اللي سجل، اللي تسجل فيها الهدف. بيبقى شق ايجابي، سلام، ده الفار ده 10 على 10، ده شوف ما شاء الله الحكم اخطا ولكن الفار ادانا حقنا. فالشق الايجابي. ولكن الشق السلبي اذا كان فرقه بتسجل هدف، بتسجل هدف والحكم قال لك ده مش هدف وراح شاف الفار، راح شاف الفار ولقى ده هدف، ده بيقع سلبيا على الحكم. بيقع سلبيا على الحكم، بتهز ثقه الحكم، ودائما على فكره الشق ده بيهز ثقه الحكم برضو، الفار بيهز ثقه الحكم، ان ممكن الفار يبقى ضد الحكم. بس لازم ممكن الحكام يبقى تحترم التقنيه دي. لازم نحترم التقنيه دي، عشان كده بقول لك احنا ده نظام سيستم جديد ولازم نحترمه. ولكن هي الحكام دائما بيبقى بقى زي ما قلت لك بتتهز شويه برضو من الفار، لو القرار بتاع الفار مخالف لقرار الحكم. حاسه المشكله ممكن تبقى عندنا احنا او عند الحكم اللي ممكن يكون مستكبر ان هو يشوف فار، او انه يطلع قراره غير قرار الفار، لانه زي ما قلنا انه النظام ده بيطبق علشان يتم العداله، ومش بس في كره القدم، ما في كاميرات عين الصقر مثلا في التنس، ليه؟ علشان نشوف الكره دي ان ولا اوت جوه ولا بره بالظبط، وماتشات بتخلص وتتحسم بطولات على كوره زي دي، فده ما يقللش ابدا من حكم الكرسي اللي قاعد بيدير المباراه بين اتنين مثلا من العمالقه، لا، يعني في حاجات بتبقى محتاجه التكنولوجيا هي اللي تشوفها. التكنولوجيا اللي تشوفها، ومحتاجه زي ما قلت لك اتكلمتي على حاجه شق مهم جدا، التنس. النهارده بيبقى فيه كره تاتش لاين من بره بالظبط، وبتتحسب النهارده رايت، صح، وممكن اللعيب يفوز بيها، فاهم قصدي؟ ولكن كره القدم زي ما قلت لك، كره القدم هتختلف اختلاف، يمكن عشان طبعا التكنيك والفاولات والجول وضربه الجزاء والحاجات دي كلها بتختلف. يعني بتختلف برضو معاييرها عن معيار التنس طبعا، فالامور دي كلها زي ما قلت لك احنا لازم على الاقل السيستم الجديد ده نحترمه شويه او نقدره شويه عشان ما يحصلش اي خلافات مستقبليه بين التحكيم وبين الفار، والحكم ممكن يقول لك لا ومش لا وده وده كلام كتير قوي هيقول. لازم احنا خلاص طالما النظام ده اصبح نظام عالمي، واللجنه الخماسيه تحملت ان هي تجيب هذا الجهاز وهذه الاجهزه وتكلفت، فلازم احنا نحترم هذا النظام بصراحه يعني. طيب نروح بقى لموسيماني، وعايز اعرف شايف ازاي بقى شخصيه موسيماني، ازاي متلائمه مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي، شايف انجازاته ازاي مع النادي الاهلي، وايه اللي مطلوب منه الفتره اللي جايه، ايه اكبر التحديات اللي بتواجه النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ لا بصي، مستر موسيماني طبعا يمكن قبل مجيئه حتى، يعني قبل مجيئه للنادي الاهلي كان في ارتياح، كان في ارتياح للجماهير وارتياح مجلس اداره وارتياح للناس كلها. ان موسيماني الجنوب افريقي جاي النادي الاهلي لانه لاعب النادي الاهلي قبل كده، اشتغل برضه في المجال الافريقي كتير وكل هذه الامور، فكان في ارتياح في مدرب تحس ان انت مستريحه له، وفي مدرب تاني لو اخطا في مباراه او تعادل مباراه او تهزم مباراه تلاقي الدنيا اتقلبت عليه. ففي ارتياح، الارتياح النفسي ده مهم جدا
مهم جدا للجهاز الفني انه يشتغل في استقرار، يشتغل ما فيه مش قلق، يشتغل لو تعادل ماتش ماتشين ثلاثه مفيش مشكله. دائما هي منظومه النادي الاهلي بتدي الفرصه للمدير الفني انه يشتغل بارتياحيه، حتى ما بتتدخلش في شغله، مفيش حد يقدر النهارده يروح مثلا يقول له لاعب ده وما لعبش، لا. فالامور دي كلها مده ارتياحيه مستر موسيماني. الاداء انا شايف اداء النادي الاهلي اداء هايل، ان برضو عندنا الحمد لله عدد كبير جدا من اللعيبه بيمتلكوا القدرات الفنيه والذهنيه ان هم يلعبوا حاجات كويسه. فدي الحمد لله تلاقي المنظومه متكامله، اداء طبعا زي ما قلت لك انه واخد بطولات برضو بتضاف لرصيده وبتضاف رصيد شعبيته داخل جدران النادي الاهلي. طيب شايف مين اكتر اللعيبه في النادي الاهلي الفتره الحاليه يا كابتن اللي عندها ثبات في المستوى؟ ما تلاقيهاش مباراه، شايف انه في ثبات وبيتم الاعتماد عليها يمكن في اصعب الاوقات تبقى مطمن وانت معتمد عليها. هو يعني شو انا بكلمك بمنتهى الامانه، يعني بصراحه انا شايف ان وليد سليمان يعني برضه بتكلم واقعيه، وليد سليمان حتى لو بيلعب ثلث ساعه، ربع ساعه، 10 دقائق، هل تتفرج على اي مباراه لوليد لعب الشوط الثاني او لعب ثلث ساعه او تلاقي الشكل اتغير، صح، شكل اداء اتغير، في روح، في اداء، بيسجل هدف، تحس ان في حاجه اصبحت ميزه في النادي الاهلي. يعني انا شايف ان وليد برضو من العلامات المؤثره جدا في تغييرات مستر موسيماني، سواء بدا او سواء تغيير، برضو من الناس الكويسه. برضو عجبني بدر بنون دلوقتي من الناس اللي راكزه جدا جدا في مركز الاستوبر. ايمن اشرف ايضا مركز الاستوبر برضو بيقدر، حتى لو علي معلول اتقدم عنده الملكه ان هو يقدر يقفل الجنب الشمال. ففي مستويات تقدري تقولي مستويات ثابته، يعني مستويات ثابته، حمدي فتحي مستوى ثابت، يانج برضو من الناس الكويسه. ولكن برضو الحته الهجوميه في ما بين تلاقي فتره لعيبه كويسه مستوى كويس ومستوى اقل شويه. محتاجين ايه عشان نكون في كاس العالم للانديه في افضل حال وافضل شكل ممكن للنادي الاهلي بالجيل ده وفي الفتره دي وانت بتنافس يعني عمالقه القارات كلها؟ لا، النادي الاهلي الحمد لله، يعني النادي الاهلي دائما سيستمه، دائما الاداره، ودائما اسلوب لعبه دائما هيبقى اسلوب كويس، اسلوب طبعا هيتميز انت بتلعب مين وهتلعب ضد مين، كل هذه الامور انا شايفها امور كلها يمتلكها قدرات الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي رايح بطوله الكاس دي. النادي الاهلي لعب قبل كده كتير في البطولات دي، والنادي الاهلي كان ليه شكل وليه كيان. والنادي الاهلي زي ما قلت لك يمتلك قدرات عاليه جدا من اللاعبين دلوقتي اللي يقدروا يلعبوا تحت اي ضغط، سواء بقى فرق اوروبيه، سواء فرقه من، يعني كل هذه الامور النادي الاهلي بيمتلكها. مش مجرد ان هو رايح اختبار، لا، للنادي الاهلي رايح ان شاء الله ياخد مركز كمان، يعني إن شاء الله. طيب لازم أسأل حضرتك كابتن فتحي على صفقة وولتر بواليا وعلى اللاعب نفسه، إن بقاله كام مباراة طبعا بيشارك مع النادي الأهلي، ومتعودين على مر التاريخ يعني إنه بيبقى فيه صبر دايما على الصفقات الجديدة للنادي الأهلي، شايف إزاي مستوى وولتر بواليا وشايف إيه اللي ناقصه أو إيه اللي محتاجه؟ هل محتاج يكسب الثقة أكتر يعني؟ لا، وبصي أنا يمكن صريح جدا برضو، بواليا على فكرة وهو بيلعب في الجونة، يمكن أنا شفته ماتشات كتير مع الجونة، كنت يمكن من الناس المؤيدين لحد من النادي الاهلي شوفه بصراحه يعني، وهو الحمد لله انتقل لنادي الاهلي. ولكن لسه برضه خلي بالك، اما اللعيب بيجي النادي الاهلي بيقع تحت ضغط اثبات الذات، ضغط اثبات الذات ده بيبقى صعب جدا للعيب. النهارده بيتنقل من الجونه راح النادي الاهلي، نادي بقى شعبيه وجماهيريه واعلام وحاجات كتير جدا ومنظومه وكل هذه الامور، فهو النهارده عنده شيء من عدم الهدوء النفسي ده برضو، ما عارف اول ما يسجل جولين ومش عارف ايه، هتلاقي بعد كده ابتدى الكيرف الفني عالي جدا، ولكن هو دلوقتي واقع تحت مؤشر انت جايبني النهارده جاي اثبت بقى ذاتك. فهو الولد زي ما قلت لك النهارده الريتم بتاعه حتى مستعجل شويه، يعني ريتمه مستعجل شويه حتى في عمليه التهديف، حتى في عمليه النهارده في ال 18 مستعجل شويه، ولكن لو هدي هيبقى كويس جدا. برضه بواليا ممكن استفاد بيه في الجناب، لانه لعيب يقدر يلعب في الجنب اليمين والجنب الشمال، لانه بيمتلك سرعات كمان كويسه، ودي برضه النادي الاهلي دائما بيعتمد عليها ان بيلاقي فيه سرعات في الجناب
دي النادي الاهلي يعتمد عليها. بتشوف ازاي انه موسيماني يمكن الصفقات الجديده بتشارك على طول في المباريات، يعني سريعا، مش بيبقى فيه ان هو يستنى شويه على اللاعب او كده. يمكن مع بدر بنون كانت اول مباراه ليه، كانت مباراه نهائي كاس، والحقيقه كان متالق جدا حتى في تسديد ركله الجزاء. هل مثلا كان وولتر بواليا، يعني هل ده المشاركه السريعه دي بتدي ثقه اكبر للاعب، ولا ممكن مع لاعب ولاعب تاني؟ طالما انت جبتي صفقه، صفقة جايبها ليه؟ من حقي انزلها بقى. النهارده عندك خلل في مكان ما. النهارده عندي الخلل، بدر النهارده كان ياسر ابراهيم متعور، كان سعد سمير متعور، كان في خلل في الحته دي، رامي متعور، فالنهارده لازم النهارده شوف بدر. بدر النهارده لعب، بدر النهارده اشتغل، النهارده فيه هدوء، النهارده فيه تركيز كويس جدا. يفرق قوي الاستوبر لما يكون فيه هدوء، حتى هدوء النهارده وفيه ثقه، هو عنده ثقه لانه ما شاء الله يعني لعيب برده في الدوريات، ولعيب لعب في الدوري المغربي، فلعيب كويس مميز. ما تلاقيش بقى مش جايب واحد تحت الاختبار، لا هو ما وقعش تحت اختبار، هو لعب بثقه، لعب بادائه، لعب بفنياته، عشان كده اثبت مكانه. الناس كلها اللي لعبت ما شاء الله يعني كلها اثبتت فعلا انها تستحق الانضمام للنادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم يا كابتن فتحي على مباراه الدوري بقى بشكل عام. الموسم ده منافسه قويه وفرق عامله صفقات كبيره جدا، واعتقد يمكن المنافسه اصعب من الموسم اللي فات، ولا ايه رايك؟ هو احنا بنتكلم في الاسبوع الكام؟ في الاسبوع الكام؟ عدت 9 مباريات. عدت 9 مباريات، لسه مشوار الدوري طويل. مشوار الدوري طويل، والنهارده في فرق، النهارده في اهلي، النهارده في القمه ب 17 بونت، الزمالك، الجونه، مقصه، في فرق كتير قوي كانت السنه اللي فاتت، كانت السنه اللي فاتت في الاربع مراكز الاولى. يعني ما تيجي تبص النهارده بيراميدز كان في المركز الثالث، هتلاقي النهارده الجونه كان بيحارب في السنه اللي فاتت عشان يبعد عن المؤخره. المقاولين كان في مركز رابع، المقاولين النهارده لسه في مركز، فاهمه؟ فكل هذه الامور النهارده ما نقدرش نقول مين النهارده، لا هو النهارده في فرق كويسه، في فرق كويسه على المستوى النهارده، في سيراميكا كليوباترا، البنك الاهلي النهارده فرق، لكن لسه بدري. لا دعمت، دعمت ودعمت لعيبه الدوري ممتاز. ولاعيبه كمان منتخبات. يعني ده عامل تدعيم كويس جدا. عشان كده بقول ان هم هيبقى ليهم تاثير في الدوري، وهيبقى ليهم تاثير كتير في النتائج. سيراميكا والبنك الاهلي. اسوان يمكن برضو، اسوان تغيير مدربين لسه برضو ما استقرش على حال، ولكن اسوان برضو اتمنى ان هو يبقى برضو من الفرق الكويسه وهي غزل المحله يعني. طيب هنكمل طبعا كلامنا، بس خليني كمان اقول لحضراتكم انه الشوط الاول من منتخب مصر والسويد بكاس العالم لكره اليد انتهى بتقدم المنتخب المصري. طبعا يعني بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر. كان النتيجه 12-9 في الشوط الاول، تقدم المنتخب المصري 12-9 على منتخب السويد، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا منتخب السويد اول المجموعه بفارق الاهداف عن منتخب مصر، وكمان منتخب مصنف كبير ومن المنتخبات اللي بتنافس طبعا على البطوله. بنتمنى ان المباراه تخلص طبعا لصالح المنتخب المصري اللي عامل اداء كبير في البطوله، ويمكن منتخب السويد او مباراه السويد يا كابتن يعني اول اختبار حقيقي للمنتخب المصري. هو طبعا انا يعني كل الشكر والتقدير طبعا للمسؤولين في مباراه مصر العربيه، طبعا بلدنا طبعا، واقامه مباراه كاس العالم للهاندبول في مصر دي حاجه بتبقى روعه روعه يعني. كبيرة جدا كبير، حدث وسط تحديات كبيرة قوي، حدث فيه تحديات كبيرة جدا. يمكن اولمبياد طوكيو اتأجلت وفي تأجيل، ولا احنا القرار قرار تحدي. أيوة. قرار تحدي، ودي انا بشكر المسؤولين جدا على إقامة هذه البطولة، لأن برضو خلي بالك بتسعد الجماهير المصرية. الجماهير المصرية كلها بتتابع دلوقتي بعد مباراة الكرة، بتتابع هاندبول صح، ومنتخب مصر متقدم زي ما حضرتك قلتي على السويد، دي نقطة كويسة جدا، لأن السويد برضو من الفرق المتقدمه دائما في الاندبول، ولكن منتخب مصر، منتخب مصر انا شايف انه اداؤه اداء رائع جدا، اداء رائع، وان شاء الله يوصل للادوار النهائيه ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله البطوله كمان تبقى من نصيبنا. يعني انا شايفه فعلا منتخب قوي يستاهل باذن يستاهل الله، يستاهل وبيعمل اداء كويس وبيعمل نتائج كويسه حقيقه ان شاء الله. نروح بقى لمباراه السوبر الافريقي، النادي الاهلي ونهضه بركان، وازاي برضو شايف المباراه دي فنان اللي هي المفروض هتبقى بعد يعني ايام يعتبر من كاس العالم للانديه. لا بس دائما النادي الاهلي على فكره، النادي الاهلي مجال في حته مجال افريقي او في مجال السوبر او في مجال، دائما بيلعب مع فرق شمال افريقيا. عنده الخبره، عنده خبره كويسه جدا، وعنده الاداء، وعنده النهارده رؤيه نهضة بركان. يعني النهارده مش رايح العب نهضة بركان، لا النهارده هيبقى في النهارده فيديوهات، في النهارده مشاهده، في النهارده تتابع اللي هي حاله نهضة بركان، ومين اللعيبه الكويسه هناك وبيشتغل ازاي، ولاني
الفرقه دي يعني هو كسب بيراميدز، كسب بيراميدز 1-0 نقطه بركان وصل ليه، كسب برده من ضربه ثابته. فالحاجات دي مفاتيح لعب، مفاتيح لعب النادي الاهلي. انا شايف موسيماني والجهاز الفني هيبقوا مدركين جدا الحته دي، والنادي الاهلي بيمتلك قدرات ان تقدر تاخد هذه البطوله ان شاء الله. يعني ان شاء الله. ايه اكبر التحديات اللي ممكن تكون بتواجه النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ لا هو التحديات بس مش تحديات كوره، تحديات كتير جدا. يعني تحديات كتير جدا برضو في العاب تانية. النادي الاهلي برضو لازم ان شاء الله يبقى زي كره القدم كده، بيبقى قفزه كويسه، بيبقى في بطولات كويسه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي دائما يعني ما تيجي تقرا شعارات النادي الاهلي دائما نادي بطولات. طبعا فبطولات مش معناها كره القدم بس، معناها كل الالعاب. وده تحدي كبير للنادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي والمديرين الفنيين لكل الفرق اللي في النادي الاهلي. طب وايه الدور المنتظر من الجماهير الفتره اللي جايه؟ يعني لو حضرتك توجه لهم كلمه جماهير النادي الاهلي. لا بصي، جماهير النادي الاهلي الحمد لله يعني ما مش محتاجه طبعا، يعني مش محتاجه. لا ده انا حاسس بيهم وبحس بنبضهم، وبحس النهارده الناس بتبقى يعني مش عايز اقول لك، النهارده واحد مكلمني من يعني بلد كده في اسيوط حاجه، مكلمني النهارده يا كابتن هو يرضيك هذا الظلم اللي عامله لنا الفار؟ يعني بالظبط كده بيقول لي يرضيك هذا الظلم؟ قلت له والله ده سيستم والبلد كلها معترفين والدول الاوروبيه بتشتغل بيه، فما تزعلش نفسك يعني. قال لي لا ده انا زعلان عشان نتيجه التعادل بتاع امبارح. فجماهير النادي الاهلي الواحد بيحس بيها، يعني بتبقى عشق للنادي، وتبقى واقف على كل كبيره وصغيره النادي الاهلي، وبتؤازر النادي الاهلي كثيرا. فاتمنى ان جماهير الاهلي ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله تكون سعيده بنتائج النادي الاهلي ان شاء الله. طب يا كابتن فتحي، انت بقى وانت قاعد تتفرج كده على ماتشات النادي الاهلي، وبيحصل مثلا خطا في التحكيم او كده، وحضرتك يعني من الناس اللي شايفه انه ده نظام جديد ولازم نصبر عليه، تبقى عامل ازاي كده؟ متعصب كده وايه اللي بيحصل؟ لا انا بص لها برده بناحيه فنيه. يعني ببص لها بناحيه فنيه، اذا كانت فعلا هذا هدف ولا مش هذا هدف. وبناقش نفسي كده بيني وبين نفسي في منتهى الهدوء، هذا القرار صح ولا غلط؟ طب ولو غلط؟ اذا كان غلط ما هقول غلط يعني. حتى لو بتفرج مع حد، مع اني ما بحبش، دائما بحب اتفرج لماتشات كلها، بحب عندي اتفرج عندي فضول لوحدي. بقى بتبقى عامل ازاي؟ متعصب جدا؟ انا بحب اتفرج جدا؟ لوحدي يعني، بحب اتفرج لوحدي دائما، ولكن لا اقول القرار ده غلط، القرار ده الكره دي جول، الكره دي مش جول. فبيبقى بيني وبين نفسي، ما بقدرش النهارده يعني. انا ببقى في النادي متواجد كتير قوي، ولكن دائما ما بحبش اقعد، فاهمه؟ عشان ما بقاش محل نقاش ومحل ده قال كذا وده، لا انا بحب دايما ماتشات الاهلي اتفرج عليها. الماتش يمكن الوحيد اللي اتفرجت عليه امبارح في النادي الاهلي ماتش البنك الاهلي. وكنت شايف ردود الافعال ازاي؟ الناس مزعله، الناس غضبانه طبعا بالتحكيم، والناس غضبانه جدا، الناس متضايقه، بدليل ان لجنه المسابقات، يعني لجنه المسابقات سمعت ان هذا الحكم هيحكم النادي الاهلي تاني. سمعت انا كده، ما اعرفش هل الكلام ده صح ولا مش صح، ان لجنه التحكيم ان الحكم مش هيحكم ماتشات تاني للنادي الاهلي. خلاص، لان النادي الاهلي نفسه ممكن يرفض الحكم. النادي الاهلي ممكن يرفض الحكم. طيب تحب بقى توجه ايه رساله للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني في الفتره اللي جايه دي؟ لا ان شاء الله المباراتين القادمتين برضو دول مؤشر كويس جدا ان شاء الله لكاس العالم الانديه ان شاء الله. فده المؤشر ان شاء الله، لازم نفوز بهذه المباراه ان شاء الله، عشان الاهلي مسافر ومطمئن على مركزه الدائم، دائما في مقدمه الجدول. فان شاء الله الجهاز الفني واللاعبين الماتشين اللي جايين دول مكسب عشان نروح كاس العالم، واحنا مرفوعين القوام ان شاء الله يعني. ان شاء الله. لسه بتلعب كوره يا كابتن فتحي؟ لا انا بلعب تنس. بقى بلعب تنس. تنس بلعب تنس. بشجع مين في التنس؟ بشجع مين؟ بشجع فتحي مبروك. فتحي مبروك طبعا، والابطال العالميه. وانا احب نادال، بحب نادال قوي، لانه برضه عنده اراده قويه جدا في الملعب. ماله فيدرر يا كابتن؟ ما انا بقول لك انا احب نادال. تحب نادال؟ انا بحبه خلاص، لانه عنده اراده وعنده تكنيك التنس، عنده لا يعني لعيب فاهم كويس قوي. يعجبني دائما لما تيجي تبص لشخصيته وتكنيك التنس والحاجات دي، ممكن الواحد يستفاد منه حاجات كتير قوي. انا طبعا بميل طبعا لروجر
فيدرر يعني، بس احنا لينا ماتش مع بعض زي ما اتفقنا. ان شاء الله انا تحت امرك اني تايم في النادي الاهلي وانا تحت امرك يعني. نورتني بس جداً. ما تتغلبي ما تزعليش. لما تغلبي ما تزعلش. هنشوف يا كابتن بقى، هنعلنها على الهواء. بحضرتك طبعا نورتني جدا، وكل جداً. جماهير النادي الاهلي بتتبسط لما تشوف حضرتك. شكرا جدا لحضرتك، وشكرا لحضراتكم على المتابعه. دورنا الفتره دي ان احنا نكون في ظهر فريقنا، وان احنا داخلين على مرحله مهمه جدا، مباراتين في الدوري المصري مهمين طبعا، ومشوار الدوري كبير لسه وطويل قدامنا، وكمان كاس العالم للانديه. بشكر حضراتكم على المتابعه، بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.